السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. نخليكم مع فيديو ديال ملخص أهم القواعد ديال اللغة العربية المستوى السادس ابتدائي. كنتمنى قبل ما تبداو المراجعة ديالكم أول حاجة تنظموا الوقت ديالكم وتنظموا المواد اللي خصكم تبداو تراجعوها، المواد ديال الحفاظة بوحدها ديال الفهم بوحدها، ويكون التنظيم أهم حاجة للنجاح. ما تبخلوش عليا باللايك ولي كومونتير إلا عجبكم هذا الفيديو. في أمان الله.